بعد ما بلغ سن الرشد الاب والام مسؤولين على الإطلاق. طيب الزوج مسؤول عن زوجته زي ما على الخطاب الإطلاق. الديني بيضحكوا على السيدات ويقولوا لهم جوزك هو المسؤول عنك وهيتحاسب عنك يوم القيامه اذا كان ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. صحيح. ولما ربنا بيقول بين الانسان على نفسه بصيره وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، ازاي يبقى الزوج مسؤول عن زوجته؟ ده تبقى الزوجيه ديت بقى ده عبوديه يعني حقه يرضيك. العبوديه لله ولا العبوديه للزوج؟ صحيح صحيح. اذا العلاقه، وبعدين في نقاش قريب امس مع بعض الوجهاء قالوا لي الله امال ليه فين ولايه الزوج على الزوجه؟ فكان لابد اوضح المساله دي، فقلت لهم ان الولايه هنا في محل عقد الزوجيه مش الولايه مطلقه. مش ممتده. مش ممتدة ومش مستمرة. مش متعدية المحل. مرة تانية هضرب مثال بالبيع أو أضرب مثال بالإيجارة أو أضرب مثال بالهبة بأي عقد من العقود يعني. وبعدين أسقطه على المربى الزوجية. أنت في البيع لو أنا بعت لك سيارة والسيارة موديل قديم مثلا وأنت موافق على الشروط بتاعتها وأنا موافق على التمن، فأنا بعت لك السيارة وأخدت منك التمن على أقساط ببنود عقد كتبناه انا وانت برضاك ورضايا، يبقى العقد شريحته متعاقدين ولا لا؟ صحيح. طيب ولايتي عليك فين؟ في محل العقد البيع. يعني لما اجي اقول لك القسط ما جبتوش ليه استاذ نشأت؟ فيما يخص ان لصاحب الحق مقاله وصوتي يعلى. فين قسطي وفين ايوه صحيح حقي يا استاذ نشأت؟ تعالى بقى نروح بقى للزوجيه. وانت كمان ولايتك عليا في السياره اللي جات لك. فيها عطب فيها عطل. تقوم تقول لي انت بعت لي السياره في عيب مخفي وانت افسدت عليا استخدام السياره وحقي ارجع عليك. كان ليا ولايه عليك في حقوقي عندك في محل وليك ولايه في محل هذا التعاقد. طب قول لي عقد البيع اللي تم بالسياره اللي انا ذكرته ده، التمن اللي انا قابلته والسلعه اللي انت قابلتها، هل تعطيك الحق يا مشتري مني السياره انك تتحكم فيا انقل سكني من مكان لمكان او تاكل ايه وتشرب ايه او تلبس ايه او ازوج اختي لمين او ازوج بنتي لمين؟ يبقى انا تعديت حدودي. تعديت او ميراثي اوديه لمين؟ انا خدت ميراثي واوديه لمين؟ انت تتحكم فيا؟ لا انت تتحكم فيا في محل البيع صح؟ تعال بقى نروح للتاني عشان ما انساش. نروح بقى لعقد الزواج. عقد الزواج نفس الامر. عقد الزواج قائم على علاقه قائمه على الموده والرحمه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعقد الزواج يتفكرون. أيوه بس يتفكرون. فعقد الزواج قائم على إيه؟ قائم على المودة والرحمة. صحيح. وعلى السكن. السكن ده بحسب وعاشرنا بالمعروف فيما تعرف عليه الناس. علاقة الزوجية دي المحل صح؟ صحيح. طيب الزوجة ورثت حقها تودي ميراثها كيفما ارادت باعتبارها صاحبه راس مال حره؟ حره. والزوج كذلك؟ صحيح. ايوه. طيب هل عقد الزوجيه يتدخل في توجيهها بشكل معين؟ ذمه الزوجه ماليا او ذمه الزوج ماليا؟ لا طبعا لا. اذا يجب ان احنا نقول طيب هل ولايه الزوجيه بين الزوج والزوجه تتعدى حق الاداره في الصلاه؟ انت ما صليتيش ليه اضربك؟ لا مالهاش علاقه. او هي تقول له ما صليتش ليه كيف عليك ميه في الفجر عشان اصحيك مثلا؟ طيب هنا ربنا بيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. صح؟ صحيح. فعشان كده لازم نقول ان ما فيش ولايه من مخلوق على مخلوق في الدين. فهنا ثاني ده عباره عجيبه. ما فيش ولايه من مخلوق على مخلوق في الدين. في الدين، لان الدين لله.